السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكل متابعي قناة أقوى العروض من كل مكان. اليوم الفيديو الثاني من أمازون ومتابعة الحملة اللي احنا عاملينها ومكافحة الغلاء. هنا احنا في قسم العطور وقسم العطور وقسم زيوت الشعر والكريمات. هنشوف هنا مجموعة مميزة جدا من الكريمات اللي هي موجودة بره بأسعار مرتفعة جدا. الكريم ده حلو جدا اللي هو ديبر أملا، ده الحبة 5.75 ريال هللة. كريم للشعر وبرضو هنا في النوع ده برضو، ده موجود برضو في باندا وكل مكان بسعر مرتفع عن امازون. احنا في امازون حاليا هيمالايا، اسمه هيمالايا، ده من الانواع الحلوة جدا في الكريمات الشعر، هو والديبر املا ده برضو مميز جدا ومعروف يعني جدا. في برضو فاتيكا بكل الانواع بتاعته موجود برضو هنا، حبة على 5.75 ريال هللة. فاتيكا كان بينزل الاتنين ب10 ريال، ولكن دلوقتي في ارتفاع الاسعار بنلاقيه سعره برضو مرتفع عن كده. برضو هنا براشوت ده برضو من الكريمات المعروفة وبيتباع بره غالي جدا، هنا في 5.75 ريال هللة. في برضو كريم دوف من الكريمات برضو المعروفة، وفي انواع تانية هتلاقوها برضو موجودة، كريمات كتير جدا موجودة. كله ده ب5.75 ريال هللة الحبة. برضو ده نوع من الكريم، في كريم ترطيب وكريم للبشرة برضو موجود، كله موجود. الدوف ده برضو موجود، بره بيبقى غالي، هنا موجود هنا ب5.75 ريال هللة. في الكريم ده برضو حلو جدا، الكريم ده من الانواع الحلوة جدا، كان بيتباع في كارفور برضو غالي، هو نفس الكريم كده مصنوع في الامارات، هو نفس الكلام نفس العلبة. كل هذه كريمات للشعر وفي كريمات للبشرة للترطيب. وفي برضو الزيوت هنا، زيت شعر أملا برضو، الزيوت هنا على 5.75 ريال هللة. للأسف احنا في اخر الدوام، فعشان كده الاضاءة مش هتخلينا نكمل الفيديو، ولكن احنا حبينا نوضح ان في برضو هنا كريمات حلوة جدا، نفس الكريمات اللي في الخارج برا في الباندا وفي الدانوب وفي الاسواق التانية باسعار اقل. زي ما احنا شايفين كده الكريمات اللي احنا شفناها مع بعضنا دلوقتي، ده قسم طبعا عناية البشرة والشعر والصحة والجمال. في برضو هنا معطرات حلوة جدا، برضو معطر جو، في معطرات معطر جو هنا كل الأنواع موجودة، معطر جو كل الأنواع هتلاقيها موجودة وكميات حلوة جدا. أسماء مثلا جهينة ده معطر جو برضو، في الوسام معطر جو،
الحاجات دي على فكرة حلوة برضو، يعني جميلة يعني، أسعارها حلوة جدا. في برضو هنا معطرات جو، برضو هنا كل دي معطرات جو، الحبة هنا على 5 ريال، 75 هرلة. احنا بنوضح للناس مستمرين في الحملة اللي هي طبعا بنجيب لكم بدائل للأسعار المرتفعة جدا في الأسواق الأيام ديت. هنا في الأمازون هتلاقي كل شيء موجود ب5 ريال، 75 هرلة، قسم العطور، قسم العطور زي ما شايفين. طبعا الإضاءة هم عشان بيقفلوا دلوقتي. في برضو مجموعة حلوة جدا من العطور العطور والمزيل العرق، معطر الجسم، في حاجات برضو حلوة جدا على 5 ريال، 75 هرلة. بنصور على قد ما نقدر بقى عشان خاطر مفيش غير المكان ده اللي هو فيه إضاءة. في عطور حلوة جدا، عطرات وحاجات جميلة بصراحة يعني. ده اللي هو معطر الجو. شوفنا احنا الكريمات، ده القسم كله العطور، ولكن مش هنعرف نشوف بقى عشان خاطر الإضاءة. احنا شفنا معاكم امبارح في الفيديو الاولاني اللي احنا عملناه امبارح طبعا سائل الصابون اللي هو للمواعين والاطباق، شفنا كذا نوع، في لوكس، في برضه حاجات اللي هي موجوده بره، في لوكس وفي جينتو. الحاجات دي هتلاقوها غاليه بره هنا 5 ريال، 75 هرلة. جينتو، جينتو ده من الحاجات المميزه جدا وال يعني قوي جدا في الغسيل، زي فيري كده، ممكن احسن من فيري كمان، ولوكس برضه، في برايد. الحاجات دي احنا كلها شفناها امبارح، في جهينه شفناها امبارح ديت، في برضه الحاجات اللي هي التلاتة لتر، الحاجات دي كلها ب5 ريال، 75 هللة. في المعقمات برضه مشفناش احنا المعقمات دي امبارح، في الديتول وفي انواع تانية، في الميجا وفي سيف برضو ب5 ريال، 75 هللة. المطهر والمعقم ده هتلاقوه غالي جدا بره برضو. هنا في انواع حلوة، في الناس واخدة الميجا ده، الميجا ده الناس بتاخد منه كتير يعني، بشوف ناس كتير بتاخد منه. في برضو بالنسبة لمسحية الغسيل، في الطايد هنا، الطايد موجود برضو، الطايد والاريال موجود، الطايد والاريال والاومو كله موجود هنا. الاتنين حبة ب5 ريال، 75 هللة، اللي هي العلبة الصغيرة ديت. قسم المنظفات احنا شوفنا، عملنا فيديو امبارح في قسم المنظفات، شفنا احنا بنكمله الحاجات دي، احنا ما شفناهاش امبارح. الحاجات دي حلوه جدا برضو، ده مسحوق 1 كيلو، 1 كيلو مسحوق غسيل 5 ريال، 75 هذا، ده برضو كويس جدا، حاجات حلوه يعني ريحتها جميله جدا. دي الحجم بتاعها 1 كيلو مسحوق غسيل، 1 كيلو مسحوق غسيل، النوع ده بالليمون. ده 1 كيلو ده كام؟ وده 1 كيلو برضه، ده موبي، موبي ده معروف يعني، ده الاسم بتاعه. الاسم بتاعه زي ما احنا شايفين كده عشان ما اقراهوش غلط. برضو حاجات كويسة يعني، في ناس كتيرة بتاخدها الحاجات دي، حاجات حلوة. في سي دي برضو مصحوغ غسيل برضو، ده 1 كيلو، كله هنا 1 كيلو، 1 كيلو ب5 ريال، 75 هللة.
في برضو الفرش دي للشعر برضو. الكيس فيه كام حبة؟ 2 4 6 ب5 ريال 75. في مسحيق غسيل كتير هنا، وفي الكلوريكس برضو هنا، في انواع من الكلوريكس برضو هنا 3 لتر، هتلاقوها ب5 ريال 75 هللة، برضو بتتباع غالية في أماكن تانية. فاحنا هنختم معاكم الفيديو عشان خاطر الإضاءة بقى والناس بتقفل، وإن شاء الله نشوفكم في فيديوهات أخرى وعروض أخرى وجولات أخرى من أمازون السعودية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.